معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من فيينا الاعلامي والصحفي السيد زياد السنجري. مرحبا بك استاذ زياد. اذا الى اي مدى ترى ان الحكومه في العراق غير جديه في السماح للنازحين بالعوده حسب ما ذكرت الامم المتحده؟ مساء الخير. بكل تاكيد بان الحكومه انتهجت نهج فوضوي بعد ما دخلت مدينة الموصل ومدن الأخرى التي دخلت القوات الحكومية. نتج عن هذا الدخول أعمال سرقة، أعمال فوضى، أعمال نهب إلى آخره. كلنا نعتقد بأن تلك الأعمال وما حدث في المدن التي دخلتها القوات الحكومية أعمال غير ممنهجة، ولكن مع مرور الوقت اكتشفنا بأن كل ما يحدث هو عبارة عن طريقة مدروسة وثابتة، وما يحدث الآن هو أحد الفصول التي تقوم الحكومة بإدارة هذه الفصول وتنفيذ هذه الفصول بعدما وضعت الخطط السابقة احتلال المدن وتدميرها وثم عدم عودة النازحين إليها والمهجرين من أبناء المدن، وخاصة وأنها عاجزة اليوم. نحن سنتين من انتهاء العمليات تقريبا، ونشهد بأن مدينة الموصل أكبر مدن العراق وبقية المدن لم يوفر لها أي خدمات تتناسب مع حجم واحتياجات أبناء هذه المدن الكبيرة. ولكي تشجع على عودة النازحين هناك حالات عكسية حدثت نتيجة الإهمال الحكومي والرسائل السلبية التي ترسلها الحكومة والممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المحسوبة رسميا على الحكومة داخل هذه المدن، وهي كلها رسائل سلبية جعلت من العودة شبه مستحيلة لأبناء هذه المدن. من الممارسات أيضا ما ذكرته لجنة تقصي الحقائق بأن المكاتب الاقتصادية تتاجر في الأراضي بالتواطؤ مع بعض المسؤولين. كيف ترى دور هذه المكاتب الاقتصادية في زيادة معاناة النازحين خصوصا؟ يجب أن المشكلة ليس هناك وقت، ولكن هناك مسألة مهمة. التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام عن لجنة تقصي الحقائق أثبتوا بالدليل القاطع بأن ما يحدث الآن هو استكمال للفصول التي ذكرتها. هناك مكاتب اقتصادية، هناك عمليات سرقة منظمة، هناك سرقة للبنى التحتية أو الحديد الذي موجود في المدينة، هناك استيلاء على آبار النفط في شمال وجنوب محافظة نينوى، هناك عمليات السيطرة والمداهمات والدوريات، هناك الأتاوات التي تم فرضها على التجار، على الصيرفيين، على كل الذين يقتدرون في مدينة الموصل. عدم عودة الحياة للمدينة هو النهج التي تستخدمه الحكومة الآن وبطريقة واضحة جدا. تصور بأن محافظ نينوى يمنع دخول وسائل الإعلام والصحفيين إلى المدينة القديمة تحت أي بند، لا أدري ما هو البند الذي يمكن. تخيل بأن هناك فعاليات ثقافية يقوم بها أكاديميون وفنانون في محافظة نينوى تعرضوا اليوم إلى تهديد من قبل جهات محسوبة إلى وزارة الثقافة. لهذه الدرجة وصلت التهديدات. إذا نعتقد بأن العودة وعودة الحياة لمدينة الموصل لا توجد إرادة حكومية لعودة هذه الحياة. ولدي الحقيقة نقاط مهمة جدا من ضمن المفخخات التي تم تفجيرها كلها بدون استثناء تابعة للفصائل الأمنية والحشد التي قام بتفجيرها في مدينة الموصل وباعتراف الجهات الرسمية. شروان الدبرداني نائب عن محافظة نينوى ذكر بأن عمليات السرقة، عمليات الأتاوة التي تفرض، عمليات التي تفرض على السيارات بنقاط التفتيش والسيطرات. نحن نتحدث عن نشر المخدرات، الحبوب المهلوسة، الحشيش، الكوكايين، عن المكاتب الاقتصادية الرسمية ولديها ممثلين، وهي كلها تجبي الأموال من أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل. يعني عفوا استاذ زياد، وسط هذه الظروف الصعبة التي تذكرها والتي يعيشها النازحون ولا سيما في نينوى كما ذكرت، يعني نائب كاظم الصيادي قال إن سرقات بملف النازحين
قد تصل إلى 300 مليون دولار. من المسؤول عن هذه السرقات؟ يجب أن نعلم أن الحكومة خصصت مليار دولار للنازحين طبعا، وإضافة لمبالغ أخرى، ولكن المبلغ الأول برئاسة حمد المطلق وإلى آخره. هناك سرقات كبرى، هناك أحد النواب مدينة الموصل نائب سابق اسمه زاهد الخاتوني نشر معسكر للاجئين كامل مع خيام مع كل الأشياء التي داخله ومتروك، ولم يدخل أحد هذا المخيم. لماذا؟ تم شراء استجار الأرض، تم دفع المبالغ لشراء طبعا بسعر وتجهيز المخيم بسعر كنموذج طبعا أخذ هذا المخيم وتسجيله بأسعار مبالغة جدا. فبكل تأكيد هناك عمليات سرقة، والعمليات السرقة أضعاف هذه المبالغ. هل تعلم بأن مدير الاتصالات في مدينة الموصل طلب 100 مليون لتصليح كابل الضوئي للإنترنت والاتصالات في مدينة الموصل؟ تمت إحالة المشروع بخمس مليارات، تخيل 100 مليون وإحالته بخمس مليارات من قبل محافظة نينوى. عمليات السرقة في وضح النهار، عمليات السرقة منهج ثابت للإدارة المحلية والإدارة الحكومية. نحن لا نتحدث عن أعمال فردية وخروقات هنا وانتهاكات هنا، أنا أتحدث عن منهج ثابت تقوم به الحكومة لأجل عدم عودة الناس. حتى المنظمات التي تريد أن تساعد يجب أن تدفع نسبة، حتى المنظمات دوائر الدولة تدفع نسب ثابتة للجماعات المسلحة في مدينة الموصل من أجل أن تسير أعمالها في المدينة، ومن ضمن هذه الدوائر دوائر خدمية بحتة. شكرا جزيلا كذا من فيينا الإعلامي والصحفي السيد زياد السنجري.